لتسهيل عملية استقبال الاستمارات المودعة وليس قامت بها السلطة المستقلة الانتخابات من الساعة 3 الثامنة مطروح ضبط عمومي معدوش هو ضبط عمومي ثانية الاستمارات التي تم المصادقة عليها يعني هنا شوفوا عدد الاستمارات التي تم المصادقة عليها ولكن فعليا تم قبول 3 ملفات ورفض 13 ملف. سي عبد العالي حساني الشريف تم إيداع 87,586 استمارة توقيعات فردية خاصة بالناخبين موزعة عبر 50 ولاية، كما تم قبول منها 79,782 استمارة ورفض منها 9,654. كما تم إيداع من قبل نفس الراغب في الترشح 2021 استمارة توقيعات فردية الخاصة بالمنتخبين الموزعة عبر 50 ولاية، تم قبول منها 1,986 ورفض منها 35 استمارة و2 استمارة ملغات و23 استمارة مكررة. سيد وشيش يوسف، لقد تقدم بالتصريح بإيداع 1,274 استمارة توقيعات فردية الخاصة بالمنتخبين الموزعة عبر 31 ولاية مع المعاينة تبين أنه دفع 1,257 تم قبول 1,250 ورفض منها 7 استمارات. بالنسبة للراغب في الترشح السيد عبد المجيد تبون تم إيداع 482,533 استمارة التوقيعات الفردية خاصة بالناخبين الموزعة عبر 58 ولاية وبالخارج، تم قبول منها 416,320 استمارة ورفض منها 66,213 استمارة. كما تم من نفس الراغب في الترشح السيد عبد المجيد تبون تم إيداع 18,600 استمارة التوقيعات الفردية الخاصة بالمنتخبين موزعة على 58 ولاية وبالخارج، تم قبول منها 18,095 ورفض منها 182 استمارة ملغات و323 استمارة مكررة ملغات.